سيداتي أنساتي ركاب الطائرة رقم 645 المتجهة إلى نيويورك إن شاء الله، معكم الكابتن وسام الرشيدي. نحن الآن نرتفع على ارتفاع 30,000 قدم فوق سطح البحر. 29,000 قدم. 30,000 قدم. 29. عماد من فضلك ما تحرجنيش قدام الركاب، وما تنساش ان انا الكابتن هنا، انت جوزي في البيت وبس. ماشي يا وسام. في يا حبيبتي بتدوري على حاجه؟ كنت معلمه الطريق بسحابه كده، سحابه كيوت على شكل بقره. كان المفروض اليمين اللي فات على فكره. ما قلتش ليه يا عماد؟ مش انت الكابتن؟ زهقانه. ليه بس؟ ما بتخرجنيش يا عماد، من البيت لباريس، من باريس للبيت، من لندن لدبي، من دبي للندن، نفسي اشوف الشارع يا اخي. مش تقول ان في مطب؟ ده مطب هوائي، هشوفه ازاي انا؟ الرجاء من السادة الركاب العودة إلى المقاعد وربط الأحزمة، نحن نواجه بعض. مش مستاهلة تفكوا الأحزمة. اربطوا الأحزمة. فكوا الأحزمة. أنا الكابتن هنا وبقول اربطوا الأحزمة. أنا الراجل وبقول لكم فكوا الأحزمة. اسمعوا كلام اللي ما يعرفش يعمل لنفسه فنجان قهوة. لا اسمعوا اللي ما بتعرفش تركن بظهرها. اسمعوا كلام الطيار اللي ما بيعرفش يشغل غسالة، المايك علق. ماشي يا وسام، ماشي. ايه؟ كابتن وسام. ايه؟ في ايه؟ ارهابي؟ الدنيا مقلوبة برا. في ايه؟ ارهابي؟ لا لا لا، الموضوع أكبر من كده. ايه؟ من 27 بي لحد 14 في صفك، وبيقولوا احنا مش ممكن نسمع كلام واحد ما بيعرفش يحترم مراته. بينزل لهم شريمبس. أنا ما بحترمكيش يا كابتن. أيوة ما بتحترمنيش يا عماد. انا شغال معاكي مساعد. برضو ما بتحترمنيش، من ساعه ما اتجوزتني ما قدرتنيش ابدا. لما كنا مخطوبين انت كنت بتقولي هطير بيا في السحاب. ما انا طايرين اهو، هنحلق في السما. حلق اهو. سوري يا جماعه. ايه انتوا لسه فاتحين المايك والناس سامعينكوا برا؟ خلاص بقى. بقولك ايه؟ نعم. مش وقت الكلام ده دلوقتي. عموما يا وسام الطياره دي لازم نوصلها، بطل شغل العيال بتاعك ده بقى. عيال؟ أنا عيالة يا عماد؟ ماشي يا عماد، أنا مش عاملة حاجة في الرحلة دي، خلاص بقى ورينا هتهبط بينا إزاي. عقلي يا وسام، مش وقت الخروجات دي، إحنا هنقع ونموت. دلوقتي وسام بقت حلوة؟ 18,000 قدم. طب وسام هاتي كود الهبوط لو سمحتي، دي أرواح ناس. دلوقتي عرفت قيمة حسام وسام. باقي على الاصطدام 15,000 قدم. والنبي يا وسام والنبي، ماليش دعوة. عليا النعمة لو ما اديتيني كود الهبوط دلوقتي لأكون رامي عليك يمين الطلاق. دي تالت مرة على فكرة، طير أنت. كابتن وسام. مش أنا كابتن وسام، هي. كابتن وسام. أيوة. حضرتك أنا كنت في صفك وما خدتش شريمب، دي صح كده؟ لا ما يصحش. ما يصحش كده. حضرتك دخلك هنا عشان تتفضل. ما يصحش كده. اتفضل. وسام وسام هاتي كود الهبوط والنبي يا حياتي بليز. باقي على الاصطدام 11,000 قدم. رقم 11 مش بيفكرك بتاريخ معين؟ هو ده وقته؟ خلاص براحتك. خلاص بصي انا هعمل لك اللي انت عايزاه، هاتي الكود بس. الزباله؟ هطلعها. الاكل؟ هشيله. المواعين؟ هشطبها. ماما؟ لا ان شاء الله تولع بقى. باقي على الاصطدام 5,000 قدم. عاوز الكود؟ عاوز الكود يا عماد؟ عيد جوازنا يا عماد. عيد جوازنا؟ تعكسيني؟ عيد جوازنا؟ عيد جوازنا كان صيف. بسرعة! كان صيف، أنا فاكر علقت جامد. علقت ولا علقت بقت نيلت كتكميلة. باقي على الاصطدام، خلاص بقى مش فارقة. افتكر يا عماد! أيوة كان باين 16 ولا 27، أنت قلتي 11، كان معانا واحد. أيوة. كان شتا. شتا. يا ربي يا ربي، كان إمتى؟ مش فاكر مش فاكر. كله منك! كله منك! Let's go!